محور هتكلم فيه. لو قلت لك دلوقتي او انت او انت او انت او انت لو انا قلت لك دلوقتي هتقابلي ربنا كمان ساعه، مستعده؟ ده الرباط اللي بتتكلم عليه دكتور عائشه، احنا مستعدين لده يا اخوات. هسال سؤال، اللي هيتكلم هندفعه 50 ليره لغزه، بس انتوا واثنين هتدفعوا 100 ليره لو اتكلمت تاني. اتفضل. هسال سؤال بس محدش يجاوب عليه، جاوب عليه على نفسك. مين ضاع منها الفجر النهارده؟ محدش يجاوب. مين ما صليتش الفجر النهارده؟ مين ما هيش في ذمه الله قاعده في وسطينا النهارده؟ دول الله سبحانه وتعالى يغفر يا رب للمقصرين وياخد منها للتاني، يا رب يبقى توبه. قولوا امين. مين ما صليتش يا بني ادم ارقى عليه اربع ركعات او اول النهار اكفيك اخره. اكفيك اخره محدش يقدر عليه. مين ما صلاش الاربعه بتوع الضحى؟ مين ما قالش اذكار الصباح؟ ما هي الحاجات لا مش سهل. ده الحسن 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 الحسن. تخيلي فجر وبعدين اذكار وبعدين ضحى وبعدين سوره البقره والورد بتاعك. حسن 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 حسن. ما فيش لا شياطين انس ولا جن الا اذا قصرنا. عشان كده لما بيحصل حاجه في بيت اقول لهم تعالوا لي تعالوا. في غفله حصل، في غفله حصل. كم بيوتنا فيها غفله؟ لما اجي اسالك هو انت معروفه لاهل السماء؟ ها اهل السماء عارفينك بالاسم. انت مين؟ انا اعرف اخوات واقول لكم عليهم دلوقتي. اعرف اخوات ينطبق عليهم الايه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هي منهم شيماء، هي منهم. اعرف اخوات تقول لك خليني بس مع اهل الخير كده ومعانا، ونبقى قاعدين وجايين ووراها شغل ولا محاضرات الصبح، وبعدين قيام بقى وبتاع، وبعدين فجر، وبعدين الكلمه بتاعت الدكتور هنا بعد الفجر والاذكار، وتقوم تصلي وهي عامله بقى. هتروح يا فاطمه ازاي؟ هروح هروح. اعرف اخوات تقول لك بس خلوني معاك. تصحى من الفجر مع زوجها في الغيط الحقول يعني، وتعمل معاه وتقلع معاه وتاخد الحاجه تروح بيها السوق البازارات وتبيع، وبعدين تروح تعمل اكل لاولادها، وبعدين تصلي التراويح. مفيش حد هيروح يصلي القيامة ياخدني معاه معيش سياره حاول علي. يا بنتي الرنام يا بنتي الاتجاهات لوحدك. لا اروح معاكم بس حتى الايام الوتريه وتاتي معانا، وتبقى قاعده عامله مش قادره وتصلي وتعمل، وهي قاعده وبعد ما تعمل. انا كانسانه هي صعبت عليا والله. فما بالك الله عز وجل. احنا فين؟ احنا فين؟ ما اشوف اهل القران يقول لك عن كريم اهل القران، ونشوف حفظ كتاب الله وحالهم. انتم مختلفين. رواد المسجد اللي بتخش من الباب دي مختلفه. انت مش زي الناس.